ستكون حياتنا وردية عندما نبدأ بالوقاية في شهر أكتوبر الوردي. مصابون بهذا المرض الخطير. اي تغير على مستوى الثدي؟ كي قصوا شنو هو التغير هذايا؟ انتفاخ في الثدي، وجود كتله، معناتها ما كتله ما تنشدوا حاجه، والا انتفاخ في الايباطوني، هذيك الكل يخلينا نشكوا انه فما مرض. هل حقا يسبب تساقط الشعر؟ مش السرطان في حد ذاته اللي هو يتسبب في تساقط الشعر، هو الدواء اللي تجب تاخذه المراه يتسبب في تساقط الشعر. هل يسبب التدخين مرض سرطان الثدي؟ انه التدخين يتسبب في سرطان شنو؟ سرطان ماذا؟ الرئة. يعطيكم الصحة. كيفاش يتكون وعلاش المناعة ما تجيش تدافع على الجسم؟ هو في الجسم متاعنا كما قلت انت فما مناعة، دونك تنجم تكون الخلية هي تتكاثر بصفة عادية، باش يولي كونسير مش تتولي تتكاثر بصفة غير عادية، مش تتكاثر بصفة سريعة. قد يقعد من وقت باش يبدا كيمرض به؟ ياخو مدة طويلة، صحيح يعطيك الصحة ياسين، دونك كيما قلنا خاطر هو الدواء نتاعو يبدا بالجراحة، ومن بعد ذاك العلاج الكيماوي، معناها كان استحقينا له باش يقعد 4-6 شهور العلاج هذايا، العلاج بالأشعة زادا كيف تحبلو شهر شهرين. هو المرأة خاطر السرطان الثدي ما يجيش براتيكمون عند الرجل، مش بالكل، مي زادا كيف أقل من 5% عند الرجل، معناتها هو يصيب المرأة. Thank you.